حسام حسن زي ما قلت لكم مهاجم النادي الـ 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 الاهلي كان في فكره انه يعار ويمشي ماشي، لكن رجع تاني لجنه التخطيط قالت لموسيماني لا ادي له فرصه في كاس الرابطه، وده راجل جبناه ولسه جاي وما لا تكيفش، وده وارد ان المهاجم ما يتكيفش مع اجواء النادي. هو نفسه حسام حسن عمل حاجه، جاب مدرب احمال مخصوص زي ما كان عامل محمد شريف من فتره قريبه لما موسيماني استبعده شويه وكيروش كان قالب عليه والكلام ده، جاب برده مدرب احمال مخصوص عشان يسند معاه ويرفع من لياقته البدنيه، ده برايفت يعني بعيد عن النادي، وظهر معاه الحقيقه وبياخد كورسات تدريبيه عشان يرجع تاني يشارك اساسي مع النادي الاهلي. موسيماني تمسك تماما، موسيماني تمسك تماما باستمرار صلاح محسن. هو شايف صلاح محسن بالنسبة له مهاجم نموذجي، وقبل إصابة صلاح محسن كان مؤثر لو تفتكروا، يعني ينزل ماتش الزمالك يجي جاب جول في آخر معرفش ربع ساعة، ينزل في ماتش يجي جول إيه، يعني هو كان مؤثر في ماتش نهاية أفريقيا جاب جول، فهو لعيب الحقيقة مؤثر، لكن الإصابة بعدته خلال الفترة اللي فاتت، ومن الموسم ده ما شاركش في أي مباراة، لكنه راجع تاني وعائد بقوة، جاله عروض في الانتقالات الشتوية لكن موسيماني تمسك بيه وقال هيبقى ليه دور مهم جدا مع الفريق خلال الفترة اللي جاية.